كتيرة. الحلو قد يخلق مشاكل. ما هو احنا لازم بص، اللي عايز يحتاج لما تعمل له ايه هيحتاج، اللي اخلاقه تسمح هيحتاج. يعني انما هي الفكره مرتبطه بالتحكيم نفسه. التحكيم نفسه هو اللي يقدر يسترد الهيبه، هو اللي يقدر يفرط فيها. دايما زي ما عمنا الكبير رحمه الله عليه الاستاذ نعمان صبري، مدير النادي السابق الفيلسوف، لما قال لي كلمه انا زعلان مره بقول له كرامتي ما تسمحش، قال لي كرامتك تصرفاتك، كرامتك في ايدك مش في ايد الاخرين. واحد شتمك ما يبقاش جرح كرامتك، لو شتمته يبقى انت جرحت كرامتك. هو ده تصرفاتك، كرامتك، هيبتك في ايدك، حافظ عليها. الحقيقه المنتخب حافظ لنا على فرص التأهل لكأس العالم، تصدر هذه المجموعه بتسع نقاط، اوغندا زي ما شفتوا سبع نقاط، غانا بعد ما اكتسحت الكونغو بقت عندها خمس نقاط، والكونغو لسه عندها نقطة واحدة اللي عكننت بيها غانا. لكن فوز منتخب مصر على أوغندا برغم كل التحفظات اللي حصلت على الأداء وعلى مستوى اللعب، لكن شفنا كل الجرايد والمواقع خرجت باحتفائية كبيرة بهذا الفوز المهم. هنستعرض معاكم سريعا بعض العناوين الاحتفالية. جريدة الأخبار قالت منتخب النصر فرح مصر، الفراعنة هزموا أوغندا بهدف صلاح واقتربوا من المونديال، ده كان منشط الأخبار. أخبار الرياضة قالت راجعين المونديال يا رجال، هدف صلاح أنقذ الفراعنة، الجمهور كوبر مرعوب غير مرغوب، أو كوبر المرعوب غير مرغوب. الأهرام مصر تقترب من حلم المونديال، المنتخب يهزم أوغندا بهدف صلاح ويستعيد الصدارة. جريدة المساء قالت الفرح جانا والأمل في غانا. المساء قالت أيضا رجعت الأفراح والبركة في صلاح، النجم العالمي قاد منتخبنا لفوز غال على أو ناش أوغندا وتصدر المجموعة. وقالت المساء كوبر بيقول ما تخافوش منتخبنا وحوش، هو المتنبي ورئيس القسم الرياضي في المساء. الأهرام المسائي قال اقتربنا من كأس العالم، المنتخب الوطني يهزم أوغندا بهدف في مباراة عصيبة، عدنا إلى قمة المجموعة والحسم الكبير في أكتوبر العظيم، صلاح يقدم عرضا رائعا وينقذ الشكل الهجومي للفراعنة. ده عنوان واقعي جدا. وقالت أيضا حلم المونديال يقترب، أداء غير مقنع للفراعنة على مدار الشوطين بسبب المستوى الغريب للاعبين وإدارة كوبر للمباراة. أونيانجو يتعملق وينقذ مرماه من مجموعة أهداف والحضري لم يختبر. شوف يا سيدي. عايز أتوقف هنا على الجدل الدائر حول، يعني هو خلص الماتش 1-0 وده كان يعني قبل المباراة بنقول لازم نكسب أوغندا. أوغندا لما كناش كسبناها كان هيبقى مصيرنا مش في إيدنا عمره. أيوة. فلازم تسبقها عشان يفضل مصيرك في إيدك. لو أنت جهاز فني مش دفاعنا عن حد، بس لازم نحط نفسنا مكان الناس. هو مش جاي يبني لك فريق. يعني أنت بتنظر لكوبر، فين الكرة الممتعة؟ فين الوجوه الجديدة؟ فين تغيير الأداء؟ فين شكل الخطط الجديد؟ ده لما يكون جاي في بيلعب لك مباريات وديه بتحاسبه على تغيير شكل الفريق. لكن انت بتحاسبه دلوقتي على تاسك معين، تارجت معين. هو متخلف خلف غانا بنقطه، يريد ان يهزمها عشان يتصدر. الجون جه مبكر. لما جه الجون مبكر خاف من اي مفاجاه، ما هو الكره ممكن تتسيد المباراه 90 دقيقه وتضيع 7-8 اهداف وفي هجمه مرتده تتخطف. تتخطف. ليس دفاعا عن اسلوب كوبر اللي اصبح لا يبحث عن المتعه، المتعه في التناقل. هي المتعه في كره القدم في ايه؟ في تناقل الكره، اكبر عدد من التمريرات وبسرعه والقدام. ادي متعه كره القدم، وبعدين خلق الفرص. فريقنا لم بيقول لك الحضر لم يختبر، يبقى نجحت انت في الشق الاولاني، طالما ان انا جايب جون يبقى ما اخشش فيها جون، حققت ده وحققته على ارض الواقع بان
حارس مرماك لم يختبر، يبقى انت حققت الهدف الاستراتيجي من المباراه. اما الاهداف الاخرى كان مين اللي كان له اهداف اكتر ضائعه؟ احنا كم فرصه محققه؟ محقق لا مش اقل من 3-4 فرص، 3-4 فرص، 3 فرص محققه. يعني مش ممكن ان الكره ترد لتريزيجيه بالمنظر ده، غابه من السقان صدتها، مع انه كان يقدر يضيع على اليمين وعلى الشمال. ورمضان ورمضان صبحي وعبد الله السعيد الجون طلع واحده عملت بند في الارض وطلعها بايده، كره صعبه جدا. اذا انت فزت بجداره لكن مش بمتعه. انا مش في مجال دلوقتي اني احاسب الناس على المتعه، انا في مجال حقق لي الهدف، وبعد ما نحقق الهدف لازم سلسله من المباريات توريني هتطور الاداء ازاي. اذا كان يملك هذا هيوريهوني، لا يملك هذا يجب ان يكون عنده الشجاعه هو يقول انا لحد كده ما عنديش اكتر من كده، يبقى في الحاله دي نشوف حد يحقق لنا المتعه. اما التارجت الهدف يا جماعه في ايه؟ احنا عمالين نحاسب. كابتن حسام البدري اتهرى طول السنه اللي فاتت اهي، كوره بالهيد صعبه مش سهله، وكلنا بنقول ده احسن حارس مرمى. شوف الراجل بيطلع زي الوحش. حارس صن داونز احسن حارس في افريقيا. يعني بص ده بيطلع، بص في الزحمه بيعمل ايه؟ زي الوحش، صدها وبعدين عمل ايه؟ شوف 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 يروح داخل لك قدامك يخليك ما تشوفش الجون. حاضر يعني، حاضر وقوي وجريء وسريع ومنتهب ومنتبه ويقظ وشجاع. لا جون كويس وعنده تخنان كمان. لا مش تخنان، ده قوه عضليه، ده عامل زي بتوع ال 100 متر وال 200 متر بتوع العاب القوه. يعني ده باور مش شحن. على اي حال انا شايف ان احنا لازم ندي ثقه اكتر لمنتخبنا، وبعدين المتعه تاتي حين في موعد. يعني انت لو انت مثلا لو ربنا سهل لنا وتعادلت اوغندا مع غانا وانت كسبت، دور على المتعه بقى، قول له روح العب باريحيه وانقل الكوره وامسك الكوره ووديها لورا ووديها لقدام وموت، اسالني على المتعه بعدين. لكن لو فضلت مشدود كده يبقى هو الراجل بيلعب ان لو تقدمت ما يخشش فيه جول. الحقيقه كوبر يعني برضو الناس اللي بتتكلم على المتعه، مستوى الاداء بتاعنا يزهق ويخلي الناس فعلا تمل، وبيزهق اللي قدامك ويخلي الناس تقلق. لانه انا اعتقد انه جزء من السخط الشديد اللي على كوبر جاي من حاله الهلع والفزع والخوف والقلق اللي سيطرت علينا وقت طويل من المباراه، فقلبت المساله هذا التوتر وهذا الخوف وهذا القلق على النتيجه الى غضب وسخط على المدرب انه فعلا مش مأمن لنا الموقف. بس ما كان اي حد من اللعيبه يسجل يعزز الفوز الدنيا كانت هتريح، لانه حتى تفسير الجهاز الفني انه حاله الشد العصبي والخوف من النتيجه كانت مأثره جامد على اللعيبه وعلى الجهاز. طب اسالك سؤال، هل الهلع نتيجه تعرض مرمانا الخطر ولا احتمال تعرض مرمانا الخطر؟ الاحتمال. الاحتمال. الملعب ما كانش بيقول ان مرمانا متعرض لخطر، لكن انت خايف يحصل حاجه، يحصل كورنر، يجي جون في كورنر زي ما كان بيجي في الاهلي كده اجوان في كورنر من فرق ما انتش متوقع. الشرقية احرز فيك هدف ما انتش متوقعه، واخد بالك؟ السنه اللي فاتت في الدوري. ايوه. اذا انت بتخاف من دي، لكن الواقع الملعب بيقول ايه؟ انت فزت بجداره. كوبر لغايه هذه المباراه قاد المنتخب في خلال 30 شهر، عشان برضو الناس لما قرفت من الراجل ده وقالت يمشي، لعب 38 مباراه طوال الفتره ال 30 شهر دول، سنتين ونص لعب في مع المنتخب 38 مباراه، فاز في 18، ده رسمي ودي، فاز في 18 اتغلب في 6 واتعادل في 4 مباريات. لا في 14 بقى. 28 مباراة. 28 مش 28 مباراة. لا 28 مباراة. فاز في 18، اتغلب في 6، اتعادل في 4. ده كشف حسابه. سجل 38 هدف أو 42 هدف ومنيا مرمانا ب 12 هدف في هذه المباريات. ال 12 هدف في ال 28 مباراة يعكسوا شخصيته الدفاعية. بس هو ده فكره، هي دي أفكاره،
هتتفق او تختلف، ده التكوين الفني بتاعه، دي شخصيته التدريبيه. ايوه، ما الناس معترض على شخصيته، الناس شايفه انه لا، هو يعني الناس عندها حق في جزئيه انه في الوقت اللي المدرب عنده هذا القدر من التحفظ والحذر الدفاعي الشديد، احنا كمان عندنا افضل قماشه هجوميه موجوده. يعني لو انت عايز تحرر الناس دي عشان تضغط، مش عايز مناقشه يا استاذ ابراهيم، انت لو فكرت تلعب قدرات هجوميه عاليه، انت لو عايز تلعب بطموحات هجوميه شكلك هيختلف، لكن ايضا نتائجك ممكن تختلف. انت النهارده لما تشوف افريقيا والمجاميع نتائجها عامله ازاي، يعني تونس متخلف بهدفين قدام الكونغو يتعادل بصعوبه، ودي تحسب الكامباك بتاع تونس ده يحسب له. الجزائر اتغلب من زامبيا في الجزائر، في الجزائر 3. فانت كل دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك انك انت لا، ما تطمئنش مع الفرق الافريقيه. عارف الفرق المنظمه تريحك، لان بتبقى عارف طريقه لعبها، فبتقدر تواجهها باساليب خططيه. لكن العشوائي ده عايز قوه بدنيه ومرونه تكتيكيه، انك طول النهار عمال تغير على عشوائيته. فهو عشان كده بيلعب باستمرار، مثبت فرقه والحرس القديم ويفضل يلعب بيه. الناس واخده عليه دي سنتين ونص، انت ما بتغيرلناش في شكل الفرقه. لكن كمان ما هو في سنتين ونص دول الفرقه دي عماله تتطور، وناس منها تطلع تلعب في اهم الدوريات في اوروبا. يعني ما طلعتش بسبب المنتخب الحقيقي. ايوه، انما بتتطور يغير ليه؟ وانا بقول لك بسبب، هو ما يقدرش يطلع لك لعيب ويقول ان انا سبب، ياخد اللعيب كم ماتش يعني؟ انت بتقول 28 ماتش في 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 سنتين، فطبعا اللعيبه دي طالعه قويه من السن الصغيره عماله تنضج معاك. فانت دلوقتي، لكن ما تيجيش تقول له وانت هتفضل لنا في تريزيجيه ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وكهربا، ما هي دي القماشه اللي عماله تنضج معاك، ترميها ليه؟ انت ترميها ليه؟ إيه لما يجي لك بقى واحد زي احمد الشيخ؟ طب احمد الشيخ مهاره فرديه 100% ملهاش غبار، لكن هتوظف تكتيكيا، عايز وقت، عايز وقت يتوظف تكتيكيا. اذا مساله انك انت تقول له، مازال محتاج لاعب في نص الملعب يمسك الكوره. عندك دلوقتي ابتدى يشم نفسه من صالح جمعه، عندي لعيب شبه انه يقدر يعوض النقص اللي كان موجود ويريح لي عبد الله السعيد شويه. لذلك بيديله، بس بيديله برضه هيديله بالتدريج. وان لم يكن حسام غالي فهشام محمد. ما لسه هشام محمد بقى ده دوره مع الاهلي هيعمل ايه؟ يعني انا مع كوبر هينتظر. لو هشام محمد كمل زي ما هو ماشي وهو قادر على هذا، ما تنساش ان هشام محمد كان كابتن المنتخب الاولمبي لولا الاصابه. اذا هو اللي جاي لك لعيب دولي. في 15,000 جنيه لكل لاعب، ده حسب اليوم السابع بعد الفوز على اوغندا، و2500 دولار مكافاه لكوبر، الناس هتبص له فيهم. في اليوم السابع كوبر يصل ل 18 فوز مع المنتخب تحت قيادته، الاحصائيه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. كوبر قال لو البعض غير مرتاح لوجودي ارحب باي قرار، يعني عايز اقول لهم لو مش عاجبكم امشي. طبعا يعني تخيل مدرب طول النهار ما حدش بيقول له شكرا، ما حاجه ده زهق. وحسام البدر اتعرض للموقف ده، يعني جمهور الاهلي ارتاح له في الاخر شويه، بس برضه لا يتكافئ مع ما يحققه من نتائج. التطوير يا جماعه عمليه مش سهله، يعني انك تيجي تقول لي متعني بقى، ما مش في يوم وليله. الاول اطمن على انجازاتي، اطمن على الهيكل الرئيسي لفرقتي، على اسلوبي، على شخصيتي، وبعدين نخش في المرحله الثانيه اللي هي بتاعه المتعه. كوبر بعد الفوز على اوغندا، انا مبسوط واحنا مبسوطين يا خواجه كمان، عايزين ننبسط اكتر. بس قال للعيبه اللي مش هيستحمل الضغوطات يقعد في البيت، وهو يبدو انه بيشير لهم على انه الضغط العصبي الشديد اللي كان عليهم راجعين من كامبالا مهزومين. فجاه الحلم الكبير اللي كنا بنتمناه واللي الناس كلها عايشه عليه، نتغلب في اوغندا بعد اداء سيء جدا، وبعدها بثلاث اربع ايام هنلعب اوغندا هنا كمان، واوغندا دخلت في الصوره، فشيء طبيعي انه المباراه العوده هنا او المباراه الثانيه الناس كانت تحت وطاه الضغط العصبي الشديد. فكوبر بيقول للعيبه بعد الماتش، لا مش هينفع كده يا جماعه،
اللي مش هيستحمل الضغط ويعتقد ويتوقع ان احنا هنلعب تحت ضغوطات عاليه لا يقعد في البيت اريح له واريح لي. المهندس هاني ابو ريده بيطالب الجميع بالصبر على كوبر وبيبدي سعادته في بيان طلع من الاتحاد سعادته الكبيره بفرحه الشعب المصري وبيقول قد كده كره القدم بتثبت من جديد ان هي قادره على احداث هذه اللمه الشعبيه الكبيره. فكرني فعلا منظر الاستاد كان يفرح قوي. 2006 حاجه اسر وولاد وبنات زي الفل ولابسين حلو ورايحين البشاش على جماهير الساحل كل بقى يعني كان مع العيد الملعب برضو موفق ان هو قريب من الساحل مع العيد مع فالشباب كله راح يعني الشباب اللي بيروح لعمرو دياب وتامر حسني مش عارف الحفل وحماقي والكلام ده راح لهم راح لكوبر راح لكوبر في الملعب فرايح ينبسط راح لصلاح وصلاح الحقيقه لعب واحده من اروع مباريات صحيح مباراة 8 اكتوبر بقى اللي هنستطلع فيها هلال المونديال يا رب بدون مقاطعه المنتخب هيستعد لها بمعسكر قبلها بكام بيدوب 5 أيام أو 6 أيام هيدخل معسكر مغلق يوم 2 اكتوبر عشان يستعد لمباراة الكونغو. طيب الناس فرحت للفوز اتضايقت على الاداء زهقت من كوبر شتمت غضبت فرحت مجموعة انفعالات كتيرة في أثناء المباراة كل ده من فرط التوتر والقلق والخوف لكن ما أن أطلق الحكم الجنوب أفريقي الصافرة حتى ارتاحت كل الأعصاب والناس فعلا بدأت تعيش اللحظة. هل الخبراء والمحللون شافوا الأداء إزاي؟ فكل الاشتباك ما بين سوء الأداء وأهمية الفوز. نبدأ بالكابتن حسام حسن في اون سبورت نشوفه قال ايه. النهارده جيب نفس الشكل اللي طول التصفيات سواء كاس امم او كاس العالم بنفس الاداء بنفس الشكل ونفس حتى الفرص اللي ضايعه بتيجي بنفس الطريقه اللي ليك واللي عليك ما اتغيرش كتير لكن مجمل المباراه في تحفظ بعد الهدف مباشرة من الشوط الاولاني احنا بنلعب على مرتدات الفريق الاوغندي ما طلعش يعني دي امكانياته ولكن لو الظروف ساعدته والحمد لله ما ساعدتوش ان هو ان الهدف لو كان اتاخر كانت المشاكل كتيره هتحصل مرتدات والسرعات اللي موجوده اللعيبه اللي موجوده عندها امكانيات كبيره بس الطريقه هي اللي مكتفه لكن هم مش واخدين حق يعني يعني انا لما اقول الكلام ده ما حدش يعني انا مش بنتقد حد لكن انا واحد من الناس اللي من حق الجمهور اللي بيتفرج علينا ان هو يسمع الحاجه الصح عشان ما يبقاش ولا بنساند بشكل سلبي صح. ولا بننافق لكن وفي نفس الوقت عايزين في النهايه ان اذا كان الجهاز او اللاعبين اللي يسمعوا ممكن لو ياخدوا مننا الافضل فده دورنا لان احنا كلنا لعبنا كوره كلنا مصريين وفي النهايه كلنا سعداء بان احنا متصدرين البطوله كلنا سعداء ان احنا وصلنا كاس امم لكن محتاجين ان احنا نرضي الكره المصريه اللي هي في صوره الجماهير المصريه بالاداء وبالشكل اللي يناسب امكانياتنا وتاريخ مش تاريخنا بس وسمعه الكره المصريه اللعيبه اللي موجوده دي تاخد منهم كتير. طبعا كابتن حسام نوه الى نقطه ان اللعيبه تملك الامكانيات وده اللي احنا قلناه تملك امكانيات انها تدي لك شكل للمنتخب اقوى واكثر خطوره. هو طبعا مش عايز يقولها هو كراجل كوتش يعني مش عايز يقولها ان شخصيه المدرب في التحفظ واضحه على اللعيبه مش مديلهم الحريه في الملعب وعلى فكره يكاد يكون كل زملاء الملعب المحللين الكبار اللي قاعدين معاه اتفقوا على هذه النقطة، مسألة انك انت بتدي الخطة وبتدي التكليفات وبتعمل كل حاجة ولكن تترك حتى الكابتن حسن شحاتة هنسمع الكلام ده بيقول هذا الكلام في جزء بتقول للعيب في مواقف اتصرف انت بخبرتك ومهارتك طبعا شكله ريموت كنترول يعني لا يعني الكابتن مجدي جه قال لك الجوهري قال لنا في ماتش ايرلندا محدش عدى السنتر تعليمات اهي فلما تلاقي اللعيب ما بيعديش ما تجيش تقول الله هو فين الطرفين؟ لا دي تعليمات مباشره لما قصص ريشه
ده وانا فاكر لما اسامه عرابي جري جدا انا قال انت رايح فين؟ عدى شاور له ارجع. انا فاكر حتى كان اسامه عرابي ما معهوش حاجه. في مدربين يقول لي اللعيبه خط السنتر اما تعديت بقى اسامه عرابي ما كانش معاه حد، اللقطه دي مش راضي تروح من دماغي. جري لوحده وفجاه وقف بكرة وراح راجع لقيته الجوهري بيعمل له كده. خط السنتر ده الاوت. بص بقى لحد تاني الاوت بتاعك. ايوه. فانت احيانا المدرب مجريات المباراه قد تجبرك على، بس ما تبقاش فلسفه عامه. فالكابتن حسام لمس على نقطتين مهمين، ان اللعيب مش واخد حريته وانه امكانيات اللعيبه تسمح باكثر من هذا. طيب هل بقى صاحب الكره الجميله حازم امام وهو عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وصاحب قرار، هل عنده هذا التحفظ على الاداء؟ نشوف. خلينا نبارك لك طبعا الاول على الفوز، وبارك للكباتن اللي معانا، وبارك للمصريين كلهم والكوبر واللعيبه قدوا وكسبوا، وده المهم. انت لسه كنت بتتكلم على الاداء مش جيد، ولكن الناس كلها تجاوزت على الاداء الجيد يا سيف بسبب النتيجه. النتيجه والهدف وصول لكاس العالم يخلي كلنا نتجاوز. كل الناس وهي طالعه دلوقتي شايف الناس كلها طالعه فرحانه، ما حدش بيتكلم على الكوره وجمال الاداء على قد ما هو الناس كلها نفسها تشوفنا في كاس العالم. ده هو الهدف، عشان كده بنتجاوز بعض الاوقات عن الاداء وحلاوه الاداء اللي احنا دايما متعودين عليها بسبب كاس العالم. ده هو الحاجه الوحيده اللي خلينا نتجاوز ان احنا نوصل لكاس العالم. يمكن هو راجل جاوب على سؤالك، يعني واحد في المؤتمر الصحفي قال له التغييرات، قال له انا فعلا بطيء في التغييرات، انا فعلا بتاخر في التغييرات. هو معترف بده وده واضح بشكل كبير جدا، لكن في حاجات كويسه جدا الراجل عملها بصراحه. خلينا زي ما الماتش فات انتقدناه في حاجات، المره دي احنا الناس انتقدته على عبد الشافي، انتقدته على طارق حامد، انها طارق حامد وعبد الشافي من احسن اثنين في الماتش اللي قدامنا ده، وعبد الله السعيد طبعا كابتن محمد صلاح وعبد الله السعيد. انا اعتقد هم الافضل والاكثر تاثيرا طوال فتره كوبر. دايما هتلاقي اي اسيست او ثرو جاي من عبد الله السعيد لصلاح، دايما معظم الاهداف لا اما صلاح بيلعبها لعبد الله، لا اما عبد الله بيلعبها لنفس الكوره دي اتعملت كل الاجوان، او دايما الكوره الخطره الفنت اللي بيعمله صلاح والدخله من جوه الملعب، ودايما الوحيد اللي بيعملها عبد الله، مفيش حد بيعمل الكوره دي غير عبد الله السعيد في الملعب. ال 11 لعيب محدش بيعرف يعمل الكوره الثرو ده اللي من ورا المدافعين، هو الوحيد بيعمله عبد الله السعيد. عشان كده دايما كوبر متعلق بالكوره دي، بيسيب عبد الله عنده الامل دايما انه هيعمل له الكوره دي. اللي انا اقول احنا كنا طمعانين بس في اداء احسن، كنا طمعانين شويه في جون تاني. انت بتلعب فرقه انت جايب فيها جون في اول خمس دقائق والدقيقه 90 ما ضيعتش ولا جون، وبالتالي ما عندكش مشكله كبيره عندك في الدفاع بالنسبه لهم، فكنا يعني كنا نتامل ان يبقى فيه نوعا ما هجوم احسن كده. راي كابتن حازم زي راي كابتن مجدي عبد الغني، زي راي كابتن سيف، زي راي كابتن خالد لطيف، كل الاعلاميين اعضاء مجلس اداره الاتحاد رأيهم في هذا التوقيت وفي هذا الظرف لازم نفتح له أقواس، لأنه صاحب الرأي هو صاحب القرار. فأنا أعتقد يا باشمهندس المسألة على المحك. كابتن حسن شحاتة كان عنده مشكلة كبيرة مع بعض أعضاء اتحاد الكرة في فترة تولي المنتخب بسبب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أصحاب القرار هم اللي بينتقدوه. ما تنساش إن هم فنيين وبيحللوا كمان، مش بس أصحاب قرار، ومعاهم ميكروفون واليوم طلع على المشاهدين. فهم وصاحب قرار، هم بين نارين، هو عايز يحلل ويقول للناس وجهه نظر فنيه، لكن هو صاحب قرار. فلو انتقد، وده يمكن ده اللي ضايق المره دي كوبر، انه شعر ان لما يكون اربعه من اتحاد الكوره بينتقدوا اداؤه، لا ده 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 نص المجلس اهو بيقول لا على الهوا. فهمني؟ فانما هم برضو شغلهم كفنيين هيعملوا فيه ايه؟ هي دي النقطة. طيب ميدو بقى متجرد من القيد اللي عند حازم بتاع اتحاد الكورة، فاتكلم بنبرة حزن نشوفه. ما سألتني عن رأيي بصراحة في أداء منتخب مصر، فأقول لك إن أنا محبط رغم الفوز ورغم تصدر المجموعة، والناس كلها عارفة إن أنا أكبر المساندين لكوبر منذ قدومه إلى مصر. وانا مؤمن دايما ان وقوفنا بجانب المنتخب وبجانب الجهاز الفني للمنتخب هي مهمه قوميه ومهمه وطنيه، لان احنا لما جينا نحلم بالمونديال ما كانش اللعيبه بتحلم بالمونديال لوحدها، ولا الاتحاد الكوره ولا المسؤولين ولا الجماهير، كلنا عندنا مشروع انا بقول ان هو مشروع قومي وهو وصول مصر للمونديال. ولكن عندنا اخطاء كتيره جدا، بنلعب كوره ملهاش علاقه بكره مصر،
وانا مقدر في جزء كبير جدا مقدره وهو الضغط اللي موجود على الجهاز وعلى اللاعبين خاصه بعد نتيجه المباراه الاخيره، والهدف المبكر اللي في رايي حط ضغط على اللعيبه. يعني الهدف المبكر ريح اللعيبه وريح كوبر، ولكن في نفس الوقت حط ضغط عليهم محاوله منهم للحفاظ على النتيجه. ولكن هل منتخب مصر يتطور تحت قياده كوبر؟ في رايي لا، وفي رايي لا، وفي رايي ان الاداء النهارده نقوص خطر كبير يجب ان ينظر له اتحاد الكره وينظر له بالحسبان. انا مع كابتن حازم وكابتن حسام ان النتيجه في بعض الاوقات تخليك تتغاضى عن اي شيء، ولكن كرجل كره قدم ولو انا رجل كره قدم صاحب قرار داخل اتحاد الكره هبقى قلقان على منتخب مصر، وقلقان على منتخب مصر بشكل كبير جدا. وجهه نظر بقى كوتش مش مسؤول في اتحاد الكوره، وهي اتقالت بطريقه اكثر مباشره من كلام كابتن حسام. يمكن كابتن حسام تحفظ بعض الشيء لان اسمه تردد الان انه قد يكون الناس بتقول هو ممكن يبقى البديل المناسب في حاله، لكن الكابتن احمد حسام مش مطمن على اداء منتخب مصر وشاف انه لا يتطور. ده اللي انا قلته، كوبر واضح الرساله اللي بيقدمها للناس، انا مش جاي اطور، مش جاي اعلم كوره، انا جاي احقق نتائج بناس موجوده فعلا، مناخ موجود فعلا. لكن عايز اقول له المناخ بتاعنا افضل كتير قوي من المناخ بتاع سوريا، المناخ بتاع العراق، ها، وفرقتين بيعملوا نتائج محترمه. سوريا قد تصل الى كاس العالم، ويا رب توصل لكاس العالم بكل الصعوبات اللي هي عايشه فيها والحياه اللي عايشه فيها. احنا عايزين بعد ما باذن الله ماتش الكونغو لازم نكسبه، لازم، مفيش حل تاني. مش معنى كده ان احنا هنكسبه لان احنا ضامنينه، لان احنا عايزينه، فلازم نتعامل بكده. الشيء اللي احنا خايفين منه عايزينه فنسعى اليه بقوه وبتركيز. الاطمئنان اكبر خطر يداهم او يباغت منتخب مصر. اذا تصوروا ان المساله فسحه، لا، واخطر حاجه لو اتعادلت غانا مع اوغندا. ليه ما تتعادل انت صعدت؟ تكسب الكونغو وتصعد. هنرجع نقول تكسب الكونغو، انا لسه ما انت ما سبتنيش اكمل. هتبقى اخطر عليك بقى. هتنزل فاكر ان انت كسبان بقى وتوصل، وهتقعد تحلم وانت في الماتش ان انا هحتفل ازاي اول ما الحكم يصفر النهايه. يا جماعه انا عشان اوصل لازم اكسب الكونغو، ابعد اي نتيجه اخرى. يعني لو تعادلوا مش هتقدر تبعد لان الماتش قبل منك بيوم. ابعدها عن ذهني يا ابراهيم، ابعدها عن حساباتي. ما هو انا لو دخلت وانا بقول خلاص كده، انا في كل الاحوال محتاج اكسب الكونغو بس. أيوة. ده اللي انا عايز اقوله، مساله بقى اكسب الكونغو اطلع، اكسب اوغندا، ما احنا رايحين كده، واحنا مش كنا بنقول كده اكسب اوغندا 90% احنا اللي رايحين. خسرنا. انا مش عايز هذا الشعور ينتابني مره اخرى. ما فيش مره يا اخي استسهلنا فيها مباراه وكسبناها. وما فيش مره استصعبنا فيها مباراه الا ما جبناها. التركيز وانت يا اخي صاحب هذا التعبير انت ساعات بتنساه. ما تشويش السمك قبل ما تصطاده. صحيح. مش انت اللي قلت لي كده؟ صحيح. دائما نشوي السمك قبل ما نصطاده. انسوا حتى لو اوغندا خسرت من غانا، هيبقى غانا هي الخطر الذي واجهك. صحيح. ها؟ يبقى انت لازم تكسب الكونغو. طيب، ميدو على لسانه، انا لو مكان مسؤول اتحاد الكوره ومشاور لحازم، لا اقلع على المنتخب. هي. يعني لو مسؤول ممكن يمشي كوبر؟ لا، يقلق. ما هو يقلق، كله هيقلق. يقلق بس يعمل ايه؟ كله قلقان. ما انت ممكن تقلق بس ما تاخدش القرار. إيه تعمل ايه؟ اي قرار دلوقتي يبقى ناس مدنيين. اوكي الله. ايه اللي هتعمله؟ المسانده. ولا حاجه، المسانده، المسانده بشكل ايه؟ نخف الكلام شويه. هو انت هتساند هتعمل له ايه؟ هتقول لي يلا يا كوبر، يلا يا كوبر؟ لا، هتكف عن انتقاده على الهوا. هوبا كوبر يلا. لان انت برضو اللي بيشتغل ده بيحقق لك بيشعر بالغبن والظلم بينه وبين نفسه انك طول النهار طالع تنتقده بس. يعني راجل بيلعب لك فاينل امم افريقيه. وانت ما كنتش بتتاهل. وخارج الارض وخسرت باخطاء تحكيميه. طيب عمل كده،
واصل معاك انه متصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم. يا جماعة أليس أنا لا أدافع، ولكن ادوا الناس فرصة تشتغل كناس محترفة، تكمل شغلها كناس محترفة. اللي في دماغك وفي دماغي والشياكة دي دلوقتي عايز اطمن على المنتخب، هيبقى عندي فرصة من ساعة مضمن التأهل لحد ما اروح كاس العالم اتطور زي ما انا عايز بقى. والله لو شايف انا بقى ساعتها التقييم يبتدي، شايف انه مش ده اللي يطورني اروح اجيب واحد يطورني، لكن دلوقتي اي كلام غير كده. تطور لك على حد يطورك. طور لي بقى على حد يوصلك، لان اي حاجة دلوقتي خطر. مش طيب. شفنا الرأي المدرب حسام حسن، شفنا ميدو كرأي كوتش، شفنا حازم كراجل مسؤول، نشوف بقى رأي محايد بين كل هذه المناطق، كابتن زكريا نصف. كوبر بقاله سنتين ونص، لما بتشوف الأداء الخططي لفلسفة كوبر لاستراتيجيته لطريقة اللعب، المفروض ان انت علشان تتأكد ان عنده فلسفة معينة او عنده اسلوب معين تشوف حاجة بتتكرر. يا ابراهيم الحاجة الوحيدة اللي بتتكرر ان انت ما عندكش اسلوب هجومي تقدر تتكلم عليه خالص. يعني انا اقول لك على حاجة، ما عندكش ملامح، يعني مفيش ملامح، مفيش ملامح، مفيش حاجة بتتكرر عشان تقول هو بيشتغل على الاطراف كويس قوي، بيشتغل على التسديد كويس قوي، بيشتغل على كرة صلاح. طب تعالى بقى نقف عند الجول النهاردة. انا متأكد ان عبد الله السعيد ما اتمرنش مع صلاح انه يعمل له الشيب كده، ما اتمرنوش عليها. دي بتيجي لملكة اللعيبة، لابتكار اللاعب، لابداعه، فرصة بنت وقتها. طبعا طبعا صلاح اتحرك واون تايم، عبد الله السعيد حطها له تشيب جت جول، وبالتالي انت الاداء الخططي لكوبر هو اللي بيفقدنا الاداء هو الاداء القوي اللي يوري شخصيه منتخب مصر، ودي اللي فقدناها. يعني احنا فاقدين شخصيه، هويه منتخب مصر مش موجوده بسبب الاداء الخططي. سيبك من الاختيار اللعيبه، طبعا مجموعه اللعيبه دي سواء المحليين او تقدر تطلع منهم، لان دول لعيبه فريش كلهم. طيب شخصيه منتخب مصر مفقوده، هي ايه ملامح شخصيه منتخب مصر؟ ده بالعكس، ده شخصيه منتخب مصر واضحه جدا. انت بتنزل تدافع عايز تكسب بالنقط، ما بتخلصش. فاللعب الدفاعي ممل، اللعب الخططي بتلعب على انك تلعب على نقاط القوه عشان تبطلها للفريق وتترك للمهاره الفرديه انها تحل لك الشق الهجومي. كل الاجوان اللي جبناها انا لما حتى في غانا، تريزيجيه ومهاراته، احمد صلاح وسرعته ومهاره عبد الله السعيد انه يلقطه والتاني يشاوره ويعمل، يعني انت خدت المناوره اللي عملها، ما حدش خد باله من احمد صلاح عمل ازاي. يعني جري ووقف وبعدين راح مشاوره وبعدين راح مره واحده مندفع حتى عشان يظبط الاوفسايد. يعني كل ده شغل مبادرات. طيب مهاريه. شخصيه منتخب مصر لو بصينا او افتكرنا سمات كره المنتخب، هنلاقي مثلا في عصر الكابتن الجوهري فريق دفاعي الى درجه شديده جدا، اعنف من كوبر. بتاع تريزيجيه ضربه الجزاء ايه؟ مهاره فرديه، يعني كوبر تلميذ بالنسبه لكابتن الجوهري الله يرحمه في ما هو الكابتن الجوهري. بس الكابتن الجوهري بقى كان عنده حاجه مش موجوده هنا. كان عنده فراوده زي الكابتن حسام. حسن يا راجل، ما ده عنده محمد صلاح يا سيدي على الطرف. انما كابتن حسام حسن وراه حازم امام، لا كان في شايف مهاره فرديه وسرعه. ورمضان صبحي خلي بالك الجول الاولاني جابه ازاي، ضغط على الراجل غلطه كره ضله. طيب عايز اقول لك بس انه حتى الكابتن زكريا نصف بيقولوا ان كوبر افقد المنتخب شخصيته وملامح شخصيته. احنا مع الكابتن الجوهري فريق دفاعي جدا، مع الكابتن حسن شحاته جيل ابو تريكه والكره الجميله كان شكلنا ممتع ومبدع جدا، بس دي كانت المرحله بتاعت حسن شحاته خاصه في 2008. غير كده انت مالكش ملامح. دي مرحله جيل عبقري وشخصيه مدرب. خلي بالك
الكابتن حسن شحاته نفسه بعديها بسنه لم يتاهل لكاس الامم الافريقيه عشان العناصر عشان انت الاثنين بيساعدوا بعض ولذلك بيعجبني جدا كلامه دهب ما بيديش فرصه حد يمسك عليه ماسك لان هو عارفها هو راجل صادق مع نفسه حسن شحاته طبعا هو عايز يلبسك بدله حلوه اديني قماشه حلوه واخد بالك هتديني قماشه مكعببه التفصيله هتبقى حلوه اول ما تلبسها هتبقى وحشه فانت الكابتن حسن شحاته كان معاه جيل مش محتاج وحتى لما يقول له ايه حتى الكابتن حسن هيجي بيقول لك كنت بديلهم حريه التصرف طريقتنا اهي ابدعك ووريهوني في الملعب في المواقف الخاصه يعني هو عايز يفهمني انه قال لي زيدان اضغط على الراجل اللي طولك طول العماره جنبك وغلطه وحاول معاه وعافر معاه وزقاله ابو تريكه اللي هيجي لك من ورا من عند ال 18 من عند ال 18 المتوقع انك ممكن النمله تعور الفيل وتزقها له حصلت دي شخصيات لعيبه وحلول في الملعب صحيح حد عارف انك انت وانت بتلعب البرازيل ان الكره العبقريه ثرو باس يروح لزيدان يطلق صاروخ وهو بيجري لا ده 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 قدرات لاعبين عمرو زكي وهو مش عارف بيعمل ايه يحط دماغه في الكوره تطلع زي الطلقه قدرات لاعبين فانت كان في لا في جيل يقدر بشويه حماس يعوض حاجات لكن كان بقاله فورمه وشكل فالفرقه دي لما كنت تقول لها ضيعي يعني مثلا ايه عايز تضيع وقت بانك تمسك الكوره كلهم عارفين ولا واحد فيهم مش مهاري لا طبعا حسني عبد الرب احمد حسن مع احترامي الالقاب كلها احمد فتحي ابو تريكا محمد شوقي زيدان كل الناس تقدر ان يقدروا ينقلوا واحد بيشوط زي حسني عبد الرب والتاني بيشوط وهو بيجري زي زيدان التالت بيراوغ بيحط متضيقه ولا ابو تريكه يعني لا فالنهارده هل ده متاح متاح بمهارات تانية شبه بعض شوارب يعني انت النهارده شوارب بيمس عليك لا حلو قوي شوارب النهارده بيفهم الجمهور احنا بنقول ايه بص الكره دي ها النمله والفيل بص ده ابو تريكه جاي من عند ال 18 وبعدين عاملها ازاي ببطن رجله فين اما تتعاد والكادر يفتح هتلاقي 18 توقع بقى هو شاف الشغب قال لك ما يمكن زيدان يزقها لي والحضري في اوجه شايف كل الناس طيب انت دلوقتي ها اللعيبه هايله لكن بيلعبوا مكان بعض انت رمضان صبحي وتريزيجيه بتقول واحد منهم ايوه طب ما الاثنين بيلعبوا وهايلين الاثنين يا سلام لو واحد منهم كان راس حربه كان حلوا لك مشكله ولا ما كانتش اتحلت صحيح لكن بيلعبوا مكان بعض فانت احمد الشيخ مهاري جدا طب هيلعب مكان مين محمد صلاح لازم تخلق له بقى وظيفه تانية عبد الله السعيد وصالح جمعه مكان بعض لكن التكامل اللي كان موجود مع الكابتن حسن الشحاته في المراكز ان على الاقل في كل واحد في مكانه اساسي انت عارف التشكيل وانت مغمض من 2006 ل 2010 مين الفرقه كان فيها كابتن ادى كتير وصل لعميد لعيب العالم لكن ما نالش شرف المشاركه في كاس العالم احمد حسن ازاي شايف الفرصه دلوقتي نسمعه نتقبل اي شيء طالما ان كوبا ماشي بيوصل للهدف اللي احنا عايزينه هنتقبل الموضوع خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لنا احنا بنبقى مبسوطين ان المنتخب هيكسب هيوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله بس انت خايف لسه عشان خاطر الماتشين طبعا خايف طبعا لا ما هو انت الاداء ما هو انت لا الان وخايف يعني انا ازعم يعني انه مش هيبقى ده كلامنا لو احنا كسبانين النهارده الكونغو وكسبانين غانا وصاعدين كاس عالم خلاص بقى بادائك خليني بس انا عايز بس يا كابتن حسن انت عارف انا بس عندي نقط انا ما عنديش مشكله على فكره كوبا كده يعمل حاجات ايجابيه كويسه ان هو يحفظ اللعيبه ان هي تقف بشكل كويس تمام وان كان في وقت كبير قوي في الملعب انا شايف ان في امور لازم اللعيبه تاخد فيها قرارات ولازم بمساعده الجهاز الفني بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده اسهل حاجه في الدنيا وابسط حاجه في الدنيا النهارده الاستحواذ ان انا اعرف امسك الكوره احنا عندنا مشكله النهارده لما تيجي تبص مفيش لعيب بياخد الكوره بيجري بيها 10 15 متر كل واحد للقريب اللي منه
الكوره بتضيع مننا بسهوله. كابتن زكريا قال لك مفيش بنحس برضه ان في جمله بتتعمل، يعني مثلا ان محمد صلاح بيدخل كده فبيدي لاحمد فتحي مساحه عشان يتحرك من ورا، رمضان صبحي بيشتغل عشان عشان عبد الشافي يحصل ان هو يروح من ورا، دي حاجات احنا مش شايفينها. في امور زي ما بقول لك النهارده الكوره لما تضيع مني اسهل شيء، اسهل شيء النهارده حته الروح العاليه ان انا اروح عشان اجيبها بسرعه. لما تيجي تبص النهارده برضه عندنا عيب قاتل في المنتخب موجود دلوقتي في الوقت الحالي، وده برضه المفروض ان شغل من كوبا. هو ده كابتن احمد بيلخص لك اليوم كله. طيب هو اللعيبه يعني فكره الاوفرلاب دي الناشئين عارفينها، انك انت لما تبقى على الطرف تروح داخل لجوه يطلع الباك ياخد مكانك، تفضي له مساحه وتلعب له مكان وكده. طب هل دي بديهيات فايته على كوبر؟ لا، كوبر ما مركزه الوينج قدام الباك، فالباك ما عندوش مساحه يطلع، ما فيش اوفرلاب الا بمبادرات شخصيه من احمد صلاح، محمد صلاح، زي الجون اللي جابه، عارف انه اللي يخش في الحته دي لو جات له هنا هيقدر يجيبها. فطبعا فكره ان كمان الضغط بتاع فرقتنا الحقيقه، ودي لعيبه بقى، لان اعتقد ان هو كان معول جامد جدا على ان فرقتنا تضغط ما تديش فرصه للفريق انه ينقل الكره عليها. عدم الضغط اللي هي الروح بقى، احنا فقدنا الروح ليه؟ هل اطمنا لما جبنا الجون وشفنا الفريق قدامنا ما بيوصلش؟ هل هم رعبونا هناك حته الضرب والداشنج واللعب العنيف خوفنا شويه؟ لا لا لا، اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي هتخاف ليه؟ خافش، ما تخافش، لكن خاف على رجليه، لكن يا رجليه يا في رجليه دي بس كانت واضحه في الماتش الاولاني، الماتش الاولاني بس الثاني ما فيش كده، انت بتلعب خلاص، ما انت جاي بقى بالكارت الارهاب بتاعك يا ابراهيم، واضح ان ما كانوش بيضربوا المره دي يعني. لكن انت حسيت ايوه بقى لما جاش فيا جون وهم مش بيشكلوا خطوره يبقى انا حلق. التحليق ده بيخلي الفرقه شكلها وحش، لانك لا بتضغط ولا بتقطع ولا بترهق اللي قدامك ولا بتنقل ولا بتستحوذ، فده ما اتعملش. وان كان الفوارق الفنيه اللي بينك وبينهم ساعه ما بتمسك الكوره بتوصل للجون وبتضيع فرص، ما هي معادله كمان متناقضه. انت مضيع 3 4 فرص تكسب 3 4 الماتش ده، واذا كسبتهم كان كل لغه الحديث اتغيرت. طيب دول الخبراء، هل الجمهور في الفضفضه بتاعته راضي عن كوبر، فرحان للصداره، خايف الان؟ نشوف التقرير. مش المدير الفني اللي هو فعلا، يعني بجد انا شايف ان اداء المنتخب بدا في النازل معاه، اما المنتخب لما بيكسب فده بدعوات المصريين، ده اولا. ثاني حاجه ان هو معاه لعيبه تجيب له كاس الامم مستريح. هو لحد دلوقتي اهم حاجه بالنسبه لنا النتيجه، بعد كده لو وصلنا ان شاء الله كاس العالم فالاداء طبعا هيبقى مهم، على الاقل لو احنا ما كسبناش هيكون ادائنا كويس، يبقى حاجه مشرفه. اداء ما كانش حلو، مش كان حلو قوي، لكن هو الجون اللي جابه محمد صلاح كان بصراحه جامد، لكن الاداء هم يعني عملوا اللي عليهم. احنا ما وصلناش مع حسن شحاته كاس العالم، بس اداء حسن شحاته سواء هجوم او دفاع كان مميز بالنسبه لنا، لكن كوبر دلوقتي ماشي احنا نوصل كاس العالم بس هنبقى ضيف شرف، يعني مجرد ان احنا بس هنبقى حصلت المجموعه كما نجيبش نقط حتى. يعني لازم يبقى عندك كذا طريقه في اللعب طول الماتش، مش هينفع طول الماتش تلعب بطريقه واحده، انت مكشوف، انت كمنتخب انت مكشوف لاي منتخب ان هو يقدر يلعب على نقطه ضعفك، زائد ان انت عندك لعيبه لازم يتحضر لها، احمد فتحي من اللعيبه اللي انت بتقول لهم المطلوب منك، عبد الشافي انت لازم تحضره للماتشات، انت ما بتعملش ده. انا شايف ان العمليه مش عملية مستوى فني بس اللي مسؤول عنه كوبر كمدير فني. أنا بقول إن من أكبر مشاكلنا سواء الماتش اللي بره أو اللي هنا مفيش تأهيل نفسي للعيبة للمباراة وطبيعتها. أنت رايح تلعب بره في ظروف معينة، في جو معين، في طبيعة مختلفة عن هنا.
التأهيل النفسي أصلا إحنا كل كرة حاجة الوقت في العالم علم والكرة علم. إحنا لحد دلوقتي بنشتغل فهلاوة واجتهاد، ما بنعترفش بحتة الناحية النفسية دي. عندنا لعيبة كتير موهوبة بتقع نتيجة إن هي عايزة تأهيل نفسي. منتخب فقد هويته، إحنا مش ده مصر، مش ده منتخب مصر أبدا. إحنا حتى لما بنتغلب وبنلعب، يعني ماتش الجزائر لما طلعنا منه لعبنا لغاية آخر لحظة، كنا فرحانين حتى لو طلعنا، لكن إحنا بالمستوى ده وبعدين هتروح تلعب بكأس العالم حتى بالمستوى دوت، يبقى مفيش موت. أنا باين الراجل ده يمشي. الأداء كان سيء جدا للأسف. إحنا حطينا جون يعني كانت شيء نحلم بيه في أول خمس دقايق، يعني في أول خمس دقايق المفروض تركب الماتش بقى وتعمل اللي أنت عايزه وتعمل سكور، لكن إحنا دفعنا بطريقة غريبة جدا وقعدنا لحد الدقيقة 90 حاطين إيدينا على قلبنا إن ممكن يحصل أي هجمة مرتدة علينا. وفريق أوغندا مش الفريق الكبير، يعني مش الفرق الكبيرة في أفريقيا، ولا هو كوتوفوار مثلا ولا السنغال ولا أي حاجة كده، إحنا اللي كبرناه علينا. يعني الناس برضو عايزة تستمتع. لا خلي بالك الناس إذا كان ده حال اللي فاهمين كورة، فاللي هو رايح جمهور بقى اللي هو رايح يستمتع، ملوش دعوة بقى بالراغي والخطط في مجمله. وإن كان في الشباب دلوقتي من متابعته للكرة الأوروبية بقى مثقف جدا يعني، وانت شفنا شباب صغير بيقول أراء ناضجة يعني. لكن كل ده صدقني المتعة التي تأتي دون تحقيق الأهداف لا قيمة لها. بالضبط. خلينا نوصل كأس العالم وبعدين أطالب اتحاد الكرة كيف نطور هذا الفريق. طيب كيف نطور هذا الفريق لما يوصل؟ إزاي هيوصل؟ هقول لكم في استعراض الموقف في مجموعتنا وفي بقية المجموعات. احنا في المجموعة نتائج الجولتين بقى الثالثة والرابعة في المجموعة الخامسة اللي احنا فيها، زي ما حضراتكم عارفين كسبنا الجولة اللي فاتت أوغندا، كسبتنا 1-0 وغانا تعادلت مع الكونغو 1-1. جينا في الجولة الرابعة الأخيرة كسبنا احنا أوغندا 1-0 والكونغو غانا فازت على الكونغو 5-1. أصبح ترتيب هذه المجموعة: مصر في المركز الأول 9 نقاط، أوغندا 7، غانا 5، الكونغو 1. علشان فارق الأهداف هو اللي هيؤخذ بيه بشكل مباشر عند التساوي في النقاط، ودي مسألة مهمة جدا، لازم ننوه ان احنا لنا 5 أهداف وعلينا هدفين. أوغندا ليها هدفين وعليها هدف، غانا ليها 6 وعليها 4، وطبعا الكونغو حصلت المجموعة جابت 3 وجيب فيها 9. فإحنا 5 علينا 2، يعني عندنا إيجابي 3 أهداف. أوغندا فارق 1 فقط، وغانا فارق 2. المجموعة أو الجولة الخامسة اللي جاية إن شاء الله في هذه المجموعة يوم 7 أكتوبر، أوغندا في ملعبها هتستقبل غانا، تاني يوم على طول مصر في برج العرب هتستقبل الكونغو يوم لحد 8 أكتوبر. الجولة الختامية الجولة السادسة هتبقى يوم 6/11، هنسافر إلى كوماسي للقاء غانا، والكونغو هتستقبل أوغندا في ملعبها يوم 6 نوفمبر. ده بالنسبة للمجموعة الخامسة بتاعتنا. طب المجموعة الأولى، علي معلول النجم بتاعنا عامل إيه مع تونس؟ تونس قربت جدا بقى من التأهل، عندها دلوقتي 10 نقط، الكونغو الديمقراطية بعديها عندها 7 نقط، تونس بقى لها ماتشين غينيا وليبيا. أي فوز في أي مباراة من الاثنين يضمن لها التأهل ويحسم لها الموقف ويتأهل التوانسة لكأس العالم. تونس مع الكونغو الديمقراطية فازت 2-1 في الجولة الماضية، وغينيا كسبت ليبيا 3-2. جينا الجولة الحالية الجولة الرابعة الأخيرة ديت، الكونغو تعادلت مع تونس 2-2، أو تونس تعادلت مع الكونغو في كنشاسا 2-2، وليبيا فازت على غينيا 1-0. ليبيا بالمناسبة في الترتيب الرابع عندها 3 نقاط فقط. الجولة الجاية الجولة الخامسة في هذه المجموعة الأولى
يوم 7 اكتوبر غينيا هتلعب تونس، ويوم 7 اكتوبر ايضا ليبيا هتلاعب الكونغو الديمقراطيه. الجوله السادسه والاخيره تونس مع ليبيا والكونغو الديمقراطيه مع غينيا. انت عارفين ان الجوله الاخيره في كل المجموعات هتتلعب في توقيت واحد. المجموعه الثانيه نسور نيجيريا بقى بتحلق بقوه نحو روسيا. تمكن النسور بحريه كامله او بتفوق كبير جدا بعد ما تصدروا ب10 نقاط وسقط الكبار الكاميرون والجزائر في مجموعه ناريه بجد. هي دي مجموعه الموت، سيبكم من الكلام اللي احنا استسهلناه. دي نيجيريا معاها الجزائر ومعاها الكاميرون، وفيما بينهم زامبيا، خصم ثبت ان هو عنيف جدا. الجوله الثالثه الماضيه نيجيريا كشرت عن انيابها في مباراه من العيار الثقيل وادبت الكاميرون، كسبتها 4-0 ودي مباراه للتاريخ. وزامبيا كسبت الجزائر بقسوه برضه 3-1. الجوله بقى في جوله الاياب ديت الكاميرون هذا الاسد الجريح ما قدرش يظهر في وش النسور ولا قدر يرد اعتباره، وفي ملعبه في ياوندي اتعادل مع نيجيريا 1-1 عشان نيجيريا تتفوق وتحلق الى روسيا. بينما الجزائر في ملعبها اتغلبت من زامبيا في زامبيا 3-1. كان الاشقاء في الجزائر عندهم امل في رد الاعتبار، لكن اذا بالفريق يخيب كل امالهم ويخسر في ملعبه في قسنطينة 1-0. اصبح ترتيب هذه المجموعة اللي هي مجموعة الموت بجد. نيجيريا في الصدارة عندها 10 نقاط، زامبيا الثاني عندها 7، والكاميرون تراجعت بقى 3 نقاط، ومنتخب الجزائر اللي ياما عكنن علينا في تصفيات كاس العالم لسه عنده نقطة واحدة. الجولة الجاية الجولة الخامسة نيجيريا هتستضيف زامبيا 7 اكتوبر، والكاميرون هتستضيف الجزائر في نفس اليوم. في الجولة الأخيرة الجزائر هتستضيف نيجيريا 6 نوفمبر، والكاميرون هتسافر لزامبيا في لقاء تحصيل حاصل أيضا في نفس اليوم. دي المجموعة الأولى أو مجموعة الموت اللي هي المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة بقى الأشقاء المغاربة. أسود الأطلسي بتطرد الأفيال، فيها مطاردة مثيرة جدا في هذه المجموعة بين المغرب وأفيال كوت ديفوار. الجابون وراهم بتدبدب وراهم، مش سايبة الاتنين في حالهم. ده صراع بطاقة هذه المجموعة. انت بتقول المجموعة اللي فاتت موت؟ اه. ودي موت. اه. ده ضرب نار كمان صحيح. اه. ده احنا حاصلين عارف بقى المجموعة دي؟ المجموعة دي؟ كل الفرق الأولاني عنده 7. والأخير عنده 2، كل الفرق عندها حظوظ. صحيح 7-6-5-2. يعني جابون لو كسبت ماتشين هتبقى 8. ها؟ كوت ديفوار لو خسرت الماتشين وده وارد. لان ما هو انت هتلاعب مين؟ المغرب والجابون. لو الجابون غلبت المغرب هيبقى المغرب موقفها حرج جدا، وكوت ديفوار بعد ومالي وكوت ديفوار. لا لا فرقه مجموعه صعبه جدا. كوت ديفوار صداره 7 نقاط، المغرب 6 نقاط، الجابون 5، ومالي عندها نقطتين. الجوله الماضيه بقى الجوله الثالثه المغرب في ملعبها لطشت مالي 6-0. قامت الجابون رايحه تلعب مع كوت ديفوار شالت 3. الجابون استقبلت كوت ديفوار في ليبرفيل، الافيال فازت 3. بصوا الكره الافريقيه ما فيهاش منطق، تلاقيهم بره كسبوا وجوه يخسروا. ما عشان كده بخير. بره بيكسبوا وجوه يخسروا، هي كده فيها. انا حصل لها كده مع الكونغو. الجوله الاخيره ديت الجوله الرابعه مالي بتلعب في ملعبها مع المغرب، ما شاء الله اسود الاطلسي تعادلوا 0-0، وكوت ديفوار بتلعب في ملعبها مع الجابون، الافيال فازوا 2-1. اصبح افيال كوت ديفوار 7 نقاط، الافيال الجابون كسب كوت ديفوار 2-1، الجابون كسب كوت ديفوار 2-1، فأصبح كوت ديفوار 7 نقاط، المغرب 6، الجابون 5، ومالي 2. الجولة الجاية بقى 8 أكتوبر،
المغرب هتستضيف الجابون ومالي هتستضيف كوت ديفوار. الجولة الأخيرة ضرب النار 6 نوفمبر كوت ديفوار والمغرب في أبيدجان، وغالبا اللي هيكسب هيحجز على روسيا، والجابون هيستضيف مالي في نفس التوقيت. تبقى المجموعة الرابعة فيها أيضا، خدوا بالكم عشان انتوا لما تستعرضوا المجموعات ديت كوبر يبوس ايده وش وظهر، ان احنا لغاية دلوقتي لاعبين معلش مع الكونغو ولاعبين مع أوغندا وبتزاحم معانا شوية، وان كان غانا خرجت بره الصورة بشكل ده حاجة غريبة زي مفاجئ يعني، لكن هي بقيت المجموعات لو غلبت واحنا ما غلبناش لا ما خرجتش. عارف غانا أملها فين؟ ان احنا ما نكسبش هم يكسبوا، ان انت الكونغو تعكنن عليك وهي تكسب قبلك بيوم. لو اتعادلت الكونغو معانا وهم كسبوا يروحوا يكسبوك في الختام. طبعا يروحوا هم، يروحوا هم. لا لا لا، في كل الحظوظ موجوده ابراهيم ووارده، هنكسب الكونغو ان شاء الله وهتشوف ان شاء الله باذن شاء الله ان شاء الله. المجموعه بقى الرابعه صراع رهيب بين الخيول البوركينيه والرأس الأخضر، ما كل شوية أفريقيا بتطلع لنا رأس مرة أخضر مرة أزرق، بس المهم في كل وقت الكرة الأفريقية بتفرز منافس جديد أو فريق جديد ما حدش بيبقى واخد باله. طب ودي مجموعة والنبي الأولاني 6 والأخراني 4 وتقول لي مجموعات الموت دي 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 مجموعة المباراة المشبوهة، المباراة الفاسدة، مباراة السنغال وجنوب أفريقيا اللي الفيفا قرر النهاردة إعادتها. كانت اتلعبت في 2016. السنغال في الجولة الثالثة اتعادلت مع بوركينا فاسو في داكار 0-0، والرأس الأخضر في ملعبه فاز على جنوب أفريقيا 2-1. أول امبارح في الجولة ديت في هذه المجموعة جنوب أفريقيا خسرت في جوهانسبرج من الرأس الأخضر 2-1، وبوركينا فاسو تعادلت مع السنغال 2-2. وقلت لكم هتعاد مباراة طيب بص جنوب افريقيا والسنغال. عارف النهارده دلوقتي انت لما تشوف كده بوركينا 6 السنغال وجنوب افريقيا 5-4 5 للسنغال و4 لجنوب افريقيا 4 جنوب افريقيا اللي هي المباراة اللي كسبتها وهتتعاد، يعني لو شلت منها الثلاث نقط دول هتروح في داهية بقى عندها واحد تدخل السجن. استناني بس في حين ان السنغال هتفضل 5 لان مغلوبه ايوه، بس السنغال عندها فرصه انها تكسبها يا 6 يا 8 والتانيين ما عندهمش فرصه يزيدوا عن الاربعه بونت، يعني لو ما كسبوش هذه المباراه باي باي جنوب افريقيا. جنوب افريقيا كده بره حتى بالاربعه بتاعتها. سيبك انت اللي انت لما كنت تيجي تشوف وانت بترشح المجموعه كنت هترشح مين؟ خد بالك حاجه يعني مجموعه فيها بوركينا فاسو والسنغال والراس الاخضر وجنوب افريقيا، هتقول جنوب افريقيا طبعا بالتاريخ جنوب افريقيا باعاده هذه المباراه اذا لم تفز خرجت. يبقى بالستات 6 بوركينا 6 الراس الاخضر، الاثنين هيلعبوا مع بعض في الجوله الجايه يوم 7 اكتوبر، وجنوب افريقيا هتستقبل بوركينا فاسو في نفس اليوم. لكن مباراه بقى السنغال وجنوب افريقيا في جوهانسبرج هتتعاد. الجديد ان الجولة الستة اخر مباراة السنغال وجنوب افريقيا تاني، الناس دي هتلعب بعض التاني رايح جاي. السنغال وجنوب افريقيا 6 نوفمبر، بينما بوركينا فاسو هتختتم بمباراة مهمة جدا ممكن تكون هي ديت اللي فيها ضرب النار مع الرأس الاخضر 6 نوفمبر. ده الموقف المونديال يا باشمهندس. هنروح كاس العالم يا ابراهيم، ابوس ايدك. هنروح كاس العالم باذن الله. باذن الله يا ابراهيم بدون مقاطعه يا راجل، ده احنا رحنا المغرب وجالنا ضربه جزاء تودينا كاس العالم مع كابتن الوحش وضيعناها. جمال عبد الحميد يعني عايز اقول لك مفيش حاجه اسمها ضيعناها، ردت جول. اتعادلنا اتعادلنا مع الجزائر 2-2 ومغلوبين 3-1. نظام البطوله اللي اتغير بعديها باسبوع. طيب هنروح روسيا ان شاء الله. لو اتحسب نظام المواجهات كنا احنا اللي دخلنا، اتعمل ماتش فاصل. 8 اكتوبر هنروح روسيا برهان بقى. لا ما براينش. امال بتعمل ايه؟ لا بقعد اقول يا رب وبقعد اقول نفسنا بقى نشوفها قبل ما يبقى حضرنا 2 كاس عالم. ربنا يديك الصحة. رب يكتبها لنا ان شاء الله. واخد بالك؟ فاحنا يعني
يعني الحقيقة يبقى وصلنا الأولمبياد في لندن ووصلنا كاس عالم اهي، تبقى الكرة المصرية وتاني أمم أفريقية، يبقى يعني عندنا دم كده في الصورة بإذن الله. رايحين روسيا وشوارب عايزنا نروح فاصل، وبعد منه نشوف الدوري الجديد دلوقتي شيء بمفاجآت. اللي انت هتقدر عليه انك تروح فاصل بس ده ملوش علاقة بأوغندا مش كده؟ عشان مش هتطلع على طريق أوغندا نطلع لفاصل.